طبعا أنا ذاكرت مذاكرة جدا قاسية، لأن الدور كمان كان ثقيل، يعني صحيح. الدراما اللي في الدور كانت ثقيلة. أنا أخذت كورسات في نفس الوقت اللي أنا كنت بسوي فيه الكاركتر، كان معايا الكوتش حقي طول الوقت أنا وياه بالراجع، بغذي نفسي بالمشاعر هذه لأنها مو موجودة عندي. فطول الوقت البنت حتى اللي كانت دور بنتي حلا، طول الوقت مسكتها في حضني، طول الوقت هي معاي، أساس أغذي مشاعري على هذا الشيء. يعني سويت كل اللي أقدر عليه علشان أقدر أوصل للشيء الطبيعي. ما أبغى كمان أكون أم الأوفر، يعني أسوي أوفر، أبغى أكون طبيعية. إنه العنود، أنا حابة أعرف منك شو كانت ردود الفعل على البرومو أول ما نزل؟ يعني مثل ما شفنا البرومو يعتبر جريء من ناحية المضمون، فشو كانت ردة الفعل لما نزل؟ شوفي، ردة الفعل كانت جداً قاسية للأمانة. ما في أحد نصف الموضوع. طيب شوفوا أول، تفرجوا وبعدين قرروا أو احكموا وقولوا رأيكم. هو علشان إنه جري بس، كانوا بينتقدوا بس الجرأة، بس ما شافوا اللي جوه العمل، ما شافوا القصص، ما شافوا الفكرة كيف بنتناولها إحنا كممثلين وكإخراج، وما شافوا. فأتمنى أن الناس تأخذ فرصتها وتشوف العمل كويس. طيب عنود، هل أنت كنت مستعدة نفسيا لهذا الهجوم اللي حتلاقي؟ أنا مستعدة من يوم كنت أصور. حلو. لأن من يوم جاني النص. أوكي. وكل يعني ماسك النص وخايفة، يعني إنه في العمل هذا ما حيكون ظهوره زي أي عمل طلع. بس لما دخلت جوا النص وقريت القصص اتحمست جدا. صح. وقلت ما راح ارفضه، لانه القصه جوا غير الفكره اللي الناس سمعها. يعني نعم. الفكره الاسم هو حلال. نفسه. صحيح فعلا الاسم وحده يجذب. الاسم يجذب، وهذه هي يعني انا اشوف براعه يمكن المخرج لما ياخذ اسم قوي عشان يشد المشاهد. رغم انه احنا لو جينا نتكلم عن الزواج المسيار، انا يعني قرات عنه حسيت انه الزواج هو ما هو حرام، هو محلل، لكن انا احس انه البنت الصغيره في سن صغير تتزوج زواج مسيار حرام عليها، انها هي تظلم نفسها، لانه في يعني في 2 شهود واشهار بسيط بينهم، ما هو شرط يكون مثبت في عقد محكمه. لذلك ممكن البنت الصغيره لو هي خلفت هنا الأولاد يضيعوا، ففين إيش مصيرهم إذا ما كان معترف فيه 100%؟ لكن ممكن يحل يعني مشكلة لمرأة مثلا كبيرة ما بدها تخلف، هي مرأة مستغنية عن وجود الرجال طول اليوم، تقدر تعيش ولكن في لحظات تحتاج هذا الرجل، فهو ممكن يكون لمرأة. ولكن إحنا أنا دائما أقول قبل ما نقلب أي صفحة لازم نفكر في كل شيء وبدقة متناهية، بالذات لصغيرة السن. وأنا أعتبره بالعكس هذا درس جميل ونصائح رائعة لكل فتاة تسمعنا الآن. من طب أميمة، بما أنه أنت شفتي هيك مثل هذا عمل يناقش موضوع حساس بهاي الطريقة، برأيك في رسالة من هذا العمل، أو حتى يمكن العنود في 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 رسالة وعي حابين توصلوها للمشاهد السعودي والعربي بصورة عامة في هذا العمل بالتحديد؟ شوفي، هو إحنا طبعاً يعني إحنا كممثلين لما بندخل الكاركتر وبنمثله ما بنكون شايفين الرسالة، بس لما نمثل ونعيش الدور إحنا أول ناس بنتعلم من الرسالة. صحيح.